يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار رطب ليلا على معظم الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن ومحافظات الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 34 والصغرى 25، الإسكندرية 31 24، مطروح 30 24، بورسعيد 32 35، الإسماعيلية 35 26، السويس 35 25، العريش 31 24، طابة 35 26، شرم الشيخ 38 29، الغردقة 37 28، الأقصر 42 29، أسوان 42 أيضا 29، الوادي الجديد 40 25، شلاتين 40 29، وأخيرا حلايب 36 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.